وهاي يا برج السرطان، آه يا سرطان، آه لك شو هالسرطان. أنا والله إنك مميز جدا جدا، وإنت تميزك بحب لعائلتك، عائلتك، أمك، بيك، عائلتك، أولادك، زوجك وأولادك في البيت. إنت بتحب الأشياء كتير المميزة، لأنك أصلا إنت مميز، وإنت لطيف، يعني لطيف بطريقة مو طبيعية. بس محبتك الزايدة لعائلتك بتخليك دائما حساس بكل تصرفاتك، مشان هيك هذا الشهر انت بتقدر تخرج السموم من جسمك سريع. هذا الشهر مميز انك تطلع كل السلبيات. الحساسية الزايدة هي اللي عم تسبب لك اوجاع، هي اللي عم تسبب لك حزن، هي اللي عم تسبب لك تعب بصحتك. لازم تبعد عن الحساسية بين العيلة، انتوا عيلة، ان كان بيك ولا امك ولا عيلتك في البيت، شو ما طلع منهم كلام ما تتحسس. الحساسية الزايدة هذا موضوع بخص كتير المقربين منك، لأنه بتتأثر أنت كتير بالعيلة، بتحب العيلة. طبعا هذا الشهر هو شهر لإلك، شهر العائلة لإلك، شهر المنزل، يعني بيتسمى هذا منزلك الكبير. بدك تحاول تتحكم فيه، بعد عن التقلبات، أي كلمة بتأثر عليك حاول إنك تبعدها، كون إيجابي. هذا الشهر بدي اياك تكون ايجابي بطريقه رائعه، لانه منزلك اساسك عندك. هذا ما في باي وقت بتحب عيلتك، بتحبي زوجك، بتحب مرتك، بتحبوا اولادكم، بس لا تتحسسوا منهم من اي كلمه، لانك انت في عندك سلبيات انت كنت عايش فيها وزعلان من احداث قديمه. عشان هيك اي كلمه هلا، خصوصا بفصل الخريف، فصل الخريف كتير مزعج، في اصلا هو حزن، في كآبه، بيخليك بسرعة أي مشكلة، أي حساسية، أي شغلة تجيك الحزن منها. عشان هيك أنت لازم تعمل تأمل قوي، تأمل كتير رائع، العاب يوغا، حاول تقوم تمشي، تلعب رياضة. شغلك كتير حلو، وأي عقد بدك تساويه كمان بسهولة بتقدر تعمله. بس هي عائلتك هاللي بدك تكون حذر مشانها، مشان تقدر تحافظ على استقرار علاقتك قدر الإمكان، وما تسمح أبداً أبداً لحدا يقارنك بعيلة تانية أو أنت تقارن نفسك بعيلة تانية. هي الأمور الحساسية اللي نحن بدنا نحكي عليها. أنا نصيحتي لإلك، طبعاً مهنياً ومالياً وصحياً وعاطفياً أنت ممتاز جداً جداً، بس مالياً شوي تعبان، إن شاء الله بتزبط أمورك بإذن الله لو أنت عرفت تتصرف. نصيحتي إلك إنك تنتبه على العائلة تمام، وما تكون حساس معهم أبداً، لحتى تحصل هاللي بدك إياه بنهاية هذا الشهر. وتذكر كلامي يا أحلى برج، برج السرطان، من جد أنت كتير كتير مميز، وأنا من الناس اللي كتير بيعجبوني إنك أنت جميل، جميل بالفطرة، جميل من داخلك، جميل، بتحب تعطي، بتحب تحب الناس كلها، بتحب دائما تساعد الجميع. خليك مثل ما انت، ما تتغير، ورجع اذا كنت متغير ارجع مثل ما كنت، لانك كتير كتير مميز.